الراجل بقى طالع رئيس النادي بقى بيقول لك ايه، بيقول لك ايه، ميسي فريق وفريق برشلونة، وبرشلونة فريق ميسي، وانا حلو وانت حلو وكلنا حلوين، ميسي جزء من تاريخ برشلونة وبرشلونة جزء من تاريخ ميسي، ومالكوا يا جماعة في ايه، وتشافي هو المدير الفني القادم المستقبلي لبرشلونة، ميسي هيعتزل في برشلونة، انتوا فاهمين غلط، وتشافي هيبقى الراجل بتاعنا المدير الفني بتاعنا. تحس ان هو ايه بطيباتي، ملوش دعوة بان يا عم ما تجيب لنا صفقات عدلة، عم ما تعدل الميلة إليها، ما تنضم أبدا، اعدل الميلة عشان خاطر هننكفي كلنا على وشنا، مالك في إيه؟ ما عارفين إنه ميسي ملتزم وعقوده موجودة، إيه الجديد؟ وعارفين إن تشافي مدير فني المستقبل، ها إيه الجديد؟ ما جدد خلاص والراجل قاعد مع الفرقة بتاعته في قطر، مالك بقى؟ إيه الإضافة يعني؟ إيه اللي أنت هتخرج لنا بيه؟ ما تشوف يا عم الدنيا إحنا غرقانين، شخل لجيبك شويه بدل ما انت عمال تشخل وتجيب صفقات راتش، هات صفقات حلوه تساعد الراجل، شوف لنا حاجه كده نتسند عليها بدل ما احنا عمالين بنغرق ونص الفرقه بقت فوق ال 30، نص الفرقه ايه؟ ثلاث ارباع الفرقه بقى فوق ال 30. طب وايه؟ هنعمل ايه بقى تاني؟ انا ميسي وهيعتزل وبرشلونه وانا حلو وانت حلو وكلنا حلوين. هو ده خبر حلو، يقول لك برشلونه اتفق على تجديد عقد تير شتيجن 5 سنوات. يمين بعظيم ان اللي سندنا الراجل ده في حراسه المرمى وميسي، شكرا. فكويس على الاقل ان هو هيجدد لتير شتيجن 5 سنين، وكويس ان تير شتيجن يعني الدنيا بالنسبه له ما هوش متضايق يعني.